احنا طبعا مراسلين الله يعطيهم العافية، خلونا نشوفهم مع بعض. طولنا عليهم وهم واقفين. أخونا وائل، وائل رفيق، وكذلك وائل رفيق من المدينة، وزميلنا سعيد الحمد من القصيم، ومن الجوف أخوي عبد الرحمن إبراهيم. خليني أمر عليكم جميعا، الله يعطيكم ألف عافية، وكلنا مسؤول أكيد، ومن مسؤوليتنا أنتم طالعين وواقفين في، أعطوني الجو العام بشكل عام. خليني أبدأ من المدينة. وائل، كيف الوضع العام خاصة مع بدء، احنا نتكلم عن الساعة 3 يبدأ حظر التجوال في 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 المدينة. شكرا خالد، ومسا عليكم ومسا على المشاهدين جميعا عبر قناة السعودية. طبعا مع بدء الساعة 3 بدأ حظر التجول في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في المدينة المنورة. كافة الجهات المعنية هنا في طيبة الطيبة تقوم على أكمل وجه بواجبها، سواء وزارة الصحة أو وزارة التجارة أو وزارة البلدية والقروية وكافة الجهات ذات العلاقة. هناك جهود كبيرة يبذلها الزملاء في صحة المدينة المنورة لمنع تفاشي المرض بشكل أكبر لا سمح الله. أيضا هناك جهود من أمانة المدينة المنورة يوميا يقوموا بعملية غسيل وتعقيم جميع الطرق الرئيسية في المدينة. وزارة التجارة فرقها منتشرة أيضا في جميع المتاجر التجارية. حقيقة تكاتف أيضا من رجال الأمن المتواجدين في الميدان، وهذه القبعة نرفعها لهم لكل رجل أمن في الميدان. جميل. يقدم هذه الخدمات. طيب. للمواطنين. جميل، الله يعطيك العافية، أكيد جهودهم تذكر فتشكر. كل معنى الميدان مرابط لأجل الوطن في هالأزمة، نقولها بيض الله وجيكم والله يعطيكم العافية.